وإن كانت نياحته سنة 202 ميلاديا، إلا أن صوته وسيرته وفكره قد امتد وإلى الآن وسيمتد إلى يوم مجيء المسيح. ونحن اليوم نجتمع هنا في الأغفورة باهتمام للتعليم والإصغاء ومن مناطق وقارات عديدة في العالم بعد ألوف السنين حول أيقونته كأسقف رسولي اتصل بسيرة وعرق وجهاد وكرازة العصر الرسولي غيورا على عهد الرب. لغته الأصلية إن كانت هي اليونانية وإن كان قد تكلم بلغة محلية وطنية اللي هي لغة السلتك عند مخاطبين في مجتمعه لمستمعين، إلا أنه قد تحدث فوق هذا بلغة الروح. وريشة حبر الاستقامة وحفظ التسليم. وحينما نريد أن نرسم أيقونة أو صورة له أو أن نقدم له تمكين زوكسولوجي كقديس، لابد أن نذكر سعة قلبه ونصف رجاحة عقله ونتسلم دفاعه عن الإيمان الرسولي. وقد عبر عن هذا وأتى تعليمه في كتاب برهان الكرازة الرسولية وفي كتاب الرد على الهرطقات. وجميعنا نعلم أن تفسير كلمة إريناوس يعني معناها معنى اسمه صنع السلام الحقيقي. كلمة إريناوس في مضمونها وفي معناها أنه صانع سلام حقيقي. وقد عرفنا جميعا دوره في المصالحة بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية حينما اختلفت الكنائس فيما يسمى بالأربع عشرية، الأمر الخاص بالتعيين وتوقيت التعيين في زمن الفصح. فهو جسر هذا القديس إريناوس، جسر بين الشرق والغرب، بين الكنيسة المسكونية من أقاصيها إلى أقاصيها. صنع سلام وكان عاملا كراعي على وحدة العلاقات بين الكنائس. وقد كتب عنه المؤرخون من أمثال يوسبيوس القيصري وفليم شاف أن أسلوبه كان أسلوبا ملائم. أنني أنقل هذه الكلمات بحسب ما جاء في مصادره. أسلوبه ملائم وناضج ومتروي وإيجابي وسلامي وبناء. وإن كان قد تأثر بسابقه القديس يوستين المدافع الأول والشهيد، إلا أن إريناوس لم يصنف كأحد الآباء المدافعين، لكنه صنف ابن الرسوليين، وهذا لأنه كان يعيش بحسب تسليم الآباء الرسل، يعمل كرسولي وكمبشر. وقد اتسمت تفاسيره بل ودفاعاته بالروح الإيجابية. الشرح، التفسير، وقد عرف مفسرا أكثر منه مدافعا، وعرف مبشرا أكثر منه مجادلا. قضى على الغنوصية حسب ما سمعنا في المحاضرات الأولى، وبرهن على الكرازة الرسولية بحسب عنوان كتابه الذي سماه برهان الحياة الرسولية. وقد سمته الكنيسة وسماه الباحثين الأولين
أنه أبو اللاهوت الصحيح. وبالرغم من أنه كان شخصية سلامية لأنه لم يكن خاملا، لكنه كان مبادرا ومقنعا، تعليمه إيجابي، لم يتوقف فقط عند الرفض، لم يتوقف فقط عند الاعتراض ورفض الأفكار الهرطوقية، لكنه تخطى ذلك إلى التعليم الإيجابي منذ بواكير الكنيسة الأولى، حتى أنه استخدم أفكار الغنوصية وفككها ليدحضها ويفند خطأها. بشارته وشرحه الكامل للإيمان جعله يسمى بأبو اللاهوت الصحيح أو اللاهوت المنهجي. وهناك صيغ أحب أن أستعين بها لأقدم العقيدة، عقيدة تجميع كل شيء في المسيح التي أريد أن أركز عليه. ركز على واحد جاب كلمة أو صيغة جامعية الكنيسة، والتي اعتبرها هي النهر اللامع المتدفق من جسد المسيح. اثنين، صيغة جوهر التعليم الواحد والتي عبر عنها بموهبة الحق. ثلاثة، صيغة الكرازة الساطعة الواحدة للناس جميعا والتي عبر عنها بتعريف ثدي الأم، لأنه إن كانت الكنيسة هي أمنا جميعا، أم جميع الأحياء حواء الثانية الجديدة، فإن ثدييها هي أسرارها التي تقدم منها النعم والمواهب والعطايا الإلهية لجماعة المؤمنين. أربعة، صيغة الفم الواحد والتسليم الروحي الواحد، والتي قال عنها توصيل النعمة من خلال خدمة الأسقفية. وإن اختلفت الأماكن والأزمان واللغات، شرح القديس إيريناوس الكرازة الرسولية بمعنى أنه قدم عرض للإعلان المسيحي ببرهان كرازة الحق. إزاي؟ قال حيث يتأسس الإيمان ويبنى عليه. طب يبنى عليه إيه؟ قال كل ما هو صادق حقا، وكل ما هو اعتقاده ثابت، يعني صادق وسائل، هو ده المعادلة التي تحقق الإيمان في العمل. تتأسس عليه الكنيسة ببرهان العقائد الإلهية وبدور جوهر قانون الحق. وصف أن كل إنسان مسيحي لابد أن يتلاقى مع النبع الإلهي مصدر النور. الله أضاء علينا نوره الحقيقي، نعمته الحقيقية، نعمة الله تضيئنا فنتبعه، تضيئنا فنتحد به. وقد وصفها وشبهها بعلاقة الزيجة، حينما تقترن النفس البشرية بالعريس الإلهي في علاقة اتحادية صميمية كيانية، تتدرج بالنضج والنمو الروحي للوصول إلى عدم الفساد وزمن الملكوت. كشف القديس إيريناوس عن واحد، علانية التعليم اللاهوتي المسيحي ودور الكنيسة، الكنيسة مستودع الحق، الكنيسة المعلمة هي التي تعلم الناس جميعا. ارتكز أيضا في تعليمه اثنين، عن مضمون التعليم في صورته ليس المدرسية،
ولكن في صورته المتصلة بخلاص الإنسان وبتدبير الخلاص بتجميع البشرية كلها في جسد المسيح وعقيدة تجميع الكل لخلاص الكل. وقد جاء في كتابه كتبه ضد الهرطقات كلمة أعضاء جسد الحقيقة، وقد شرح أن أعضاء جسد الحقيقة هم أعضاء الكنيسة المؤمنين باسم ربنا يسوع المسيح مع كل الذين أتى المسيح ليخلصه. وقد قال قوله الشهير أن مسيحنا اجتاز كل الأعمار ليقدس الأطفال ويقدس الرضع ويقدس الشباب ويقدس الشيوخ مقدسا الجميع كمعلم أعظم ومثال كامل لكل معلم ولكل شيء. لأجل ذلك كرر مرارا وحذر من أي تعليم غير سليم، وقد وصف التعاليم غير السليمة بأنها تعاليم كاذبة. لماذا؟ قال لأن هذه التعاليم الكاذبة تسلب الإنسان صعوده إلى الله وتعطل خلاصه. دعوني أن ألقي أيضاً الضوء على عقيدة تجميع الكل في المسيح التي بها شرح القديس إيريناوس علانية التعليم اللاهوتي المسيحي وصورته العملية المتصلة بالخلاص حسب تدبير الله للخلاص في المسيح، حتى نصل إلى النصرة الكاملة في البروسية. بلور عقيدة تجميع كل شيء في المسيح لأنه اعتبر أن المسيح رأس جديد للبشرية. مسيحنا يجمعنا من جديد، لأن آدم الأول حينما أخطأ وسقط فكك البشرية وتشرذمت البشرية، فجاء آدم الثاني الجديد المسيح ليجمعنا من جديد ويضمنا من جديد ويشملنا ويكملنا ويجملنا جامعا الخليقة مع الخالق كرأس جديد. ولعله ركز هذه الفكرة واستقاها من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس العدد 1:10، أن الآب جعل المسيح من جديد رأسا للكل. فبعد السقوط، أي سقوط آدم الأول، صارت البشرية وصار الإنسان الواحد ممزقا متفرقا بلا رأس، لكن المسيح آدم الثاني الجديد صار بخلاصه رأسا لكل رأس، رأسا يحوي الكل في ذاته، يجمع ويشمل ويجمل ويوحد الكل، ينبع منه الكل ويتجدد به الكل. لأن الفاسد قد ابتلع بعدم الفساد، ولأن المائت قد ابتلع بعدم الموت، بحسب نظرية الصورة والشبه والأيقونة التي تكلم عنها الآباء والمتخصصين السابقين لضعفي حينما تكلموا عن الجانب الأنثروبولوجي عند القديس إيريناوس. وقد جعل حينما جمعنا فيه جعل هذه البشرية كلها مفتداة، اجتاز الأعمار السنية ليفدينا وينقذنا وينجينا. واستخدم القديس إيريناوس 3 تعبيرات: أنه يحمل الكل في نفسه، أنه يستجمع الكل في نفسه،
أنه يستقطب الكل في نفسه. فالمسيح بتدبير خلاصه جمع في نفسه كل خليقته الجديدة. كل إنسان في المسيح يسوع قد صار له رجاء، لأن المسيح أباد الخطية وأهلك الموت. المسيح آدم الثاني اتخذ البشرية كلها جسدا له واستجمعها من جديد وخلصها. فإن كان آدم الأول علة السقوط وسبب التشتت والطرد والفساد، مسيحنا هو آدم الثاني، صار علة الخلاص والشفاء والعطف والغلبة والتحرير، وهو الآتي بالخلاص اللي هي السوتيرية. وقد جاءت كلمة سوتيرية بمعنى الخلاص وبمعنى الشفاء وبمعنى النجاة. هذا الخلاص جعل الإنسان بحسب الأنثروبولوجي عند القديس إرينامس يكون شبيها بالله. أعطانا أن نقول له يا أبا الآب، وأعطانا العربون الذي به نملك بالتدريج وبالنمو وبالتدريب وبالجهاد نملك إلى الكمال. عبر القديس إرناوس عن وحدة الكنيسة وعن جسد المسيح السري، أن كل مؤمن في المسيح يسوع له موهبته وله دوره الحركي في الجسد، لأن به وجدنا ثانية بالرباط. وقد شدد المفاصل الكنيسة في نمو إلهي. كل عضو يحتل مكان أو يوجد له مكانا معين حسب ما أعطي له في شركة الجسد. أعضاء كثيرين في جسد واحد. حينما نندمج في الخليقة الجديدة ونصير جميعنا جسد المسيح السري، تجميع الكل في المسيح، وإننا حينما نتكلم عن طبيعة المسيح الكريستولوجية لابد أن نتطرق إلى الأنثروبولوجي وإلى السوتريولوجي وإلى الإكليسيولوجي وإلى الإسخاتولوجي عند القديس إرينيوس. ولعل من أجمل ما أتت به نظرية تجميع الكل في المسيح أنه استوعب حقيقة وجود الله وكيانه من خلال الاختبار الكنسي، أي من خلال وجودنا جميعاً الوجود الكنسي في عيش الحياة الجديدة والانجماع مع المسيح. أي أننا كمسيحيين ليس وجودنا فقط بيولوجياً، لكن وجودنا كيانياً في المسيح يسوع. أن بعيداً عن المسيح لن يكون لنا وجود، وأنه بدون شركتنا في المسيح لن يكون معية ولا حضور، وأننا نساوي عدم. فالانجماع مع المسيح هي علامة وجود أنطولوجي مسيحي كنسي نابع من الخبرة المعاشة في دلالة الشركة. لا يكون فقط وجودنا بيولوجيا لكن كنسيا وإلهيا، مثل ما قال أبونا جون مدير معهد فلاديمير في المقدمة، لما قال أن حياتنا هي أن نمجد الله، وهذا حق، وأن حياتنا هي بالله، وهذه هي واقع الشهادة المسيحية. ولعلنا هنا في مصر في هذه الأيام حينما نستدعي فكرة وعيشة الشهادة المسيحية، لعلنا
نستدعي الشهادة المسيحية الحية بالسلوك، شهادة بيضاء في وقت السلب، ولعلنا أيضا نستدعيها إن طلبت منا شهادة حمراء بالدم حينما يدعونا، حينما يستدعينا مسيحنا لشهادة الدم نقول ها أنا ذا. طبيعة المسيح عند القديس إيريناوس هي أن تدبير الخلاص الإيكونومية، أن المسيح حينما تجسد صار غير المنظور منظورا وغير المدرك مدركا، لكي يستجمعنا ويفتح ذراعيه المصلوبتين داعيا كل الأمم كل اللغات كل الأنفس للاتحاد به، يجتذبنا معا في أحضانه الأبوية مفتوح اليدين على ذراع، بسط يديه على الصليب جامعا المتفرقين إلى واحد. وهنا يستخدم القديس إيريناوس مفهوم أن المسيح مغناطيس يجتذب الجميع جامعا المتفرقين إلى واحد في جدة حياة العهد الجديد. فإن كان الخطية التي حدثت بواسطة الشجرة أزيلت وتلاشت بواسطة الطاعة أيضا على شجرة، إن كان آدم قد أخطأ حينما أكل من الشجرة فقد جاء آدم الثاني الجديد مسيحنا وقد أطاع وسحق الموت أيضا على الشجرة، شجرة عود الصليب التي صلب عليها ابن الإنسان مطيعا للآب، مبطلا بذلك معرفة الشر ومعرفة العصيان عندما صلب المسيح آدم الثاني الجديد لأجل الجميع، وطبع علامة صليبه على كل الأشياء، وطبع علامة صليبه على كل المؤمنين باسمه، وقد أعطاهم السماء وقد أعطاهم سرائره الإلهية لينير على كل الأشياء. وقال القديس إيريناوس معلمنا الذي نلتف اليوم تحت أقدامه لنسمع تعليمه، أن المسيح أنار على كل الأشياء، سطع في الأعالي وضبط الأعماق، وقد امتد الطول والعرض داعيا كل المشتتين إلى معرفة أبيه. أخيرا قدم القديس إيريناوس طبيعة المسيح الكريستولوجية على اعتبار أن المسيح المخلص هو النموذج، هو المثال، هو الصدارة، هو قمة وتاج البشرية، هو رأس الكنيسة، هو صانع الحياة، هو الذي قبل الكل وسابقا للكل، الذي أجمل ولخص وأكمل كل شيء، المخلص الوحيد الذي استجمع الكل من جديد وربطهم برباط وثيق. أتت صياغاته اللاهوتية في أوائل دراسية على أعلى ما تكون التقنية اللغوية، فجاءت صياغاته أنثروبولوجية وخلاصية، وصارت ملهمة للآباء الآتين من بعده، ولعل الذين يدرسون أقوال الآباء الكبدوك أغريغوريوس النيسي وأغريغوريوس النزيانزي والقديس باسيليوس الكبير وأيضا آباء الغرب من أمثال أمبروسيوس وآباء الأسكندرية
مثلا القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كيريلوس عمود الدين، فنجد أن معظم هؤلاء الآباء قد تأثروا بالفكر بفكر القديس إيرينيوس، سواء في الكريستولوجي أو الأنثروبولوجي أو بقية العلوم الكنسية. فقد كانت تعاليم إيرينيوس فرشة قد بني عليها وقد أسس عليها. قديس إيرينيوس تكلم عن السر المكتوم منذ الطهور، فبعد أن أسس المسيح كنيسته جعلها جسده الإلهي السلمي منسكبا وفائضا علينا في قرابة شديدة المتانة معنا. وكنيسة المسيح قد وضع أساسا في علم الإكليسيولوجي أن كنيسة المسيح هي استمرار له، فروحه القدس يعمل ويكمل في جسده حتى الآن، يكمل العمل الذي بدأه المسيح على الأرض. فما الكنيسة إلا مجال لعمل الروح القدس الفاعل في الأسرار، وهي التي توصل روح التجديد الأبدي ومسحة الحياة للخليقة الجديدة في الكنيسة. أخيرا، بكل الفرح نلتقي اليوم حول هذا التعليم لهذا الأب الرسول الجميل العظيم والمبارك، يجمعنا في الأنافورة بيت المنارة والإشعاع. هذا المكان مكان إشعاع ومكان تسقيف ومكان إصغاء ومكان تلمزة. فيه كلمنا اليوم القديس إيرينيوس، وأنه أحسب نفسي فرحا أن أكون معكم، وأشكر الآباء والعلماء والدارسين والباحثين الذين أعدوا هذا اللقاء، وأشكر شكر خاص لسيدنا صاحب الضيافة حبر الجليل أنبا توماس لدوره التنويري سواء في الكنيسة أو في المجتمع كله من أجل تدوير الإنسان في مكان، في بلد عظيم زي مصر، بلد النبوات وبلد الزيارة الإلهية وأرض الكرازة واللاهوت وأرض الرهبنة والآباء وأيضا أرض الشهادة والاستشهاد بالدم حتى يومنا هذا. ولربنا المجد دائما أبدا. Alors il a souligné la théologie pastorale de Saint-Irénée. Il a dessiné, si j'ose dire, une icône positive à propos de Saint-Irénée. Et c'est pour cela qu'il a témoigné l'authenticité de son enseignement. On peut dire que c'est un saint apostolique, puisqu'il était le disciple de Saint Polycarpos, qui était le disciple de Saint Jean. Donc c'est un thème apostolique de l'enseignement de Saint-Irénée. Bien sûr, on ne peut pas oublier que Saint-Irénée était un évêque, était un pasteur, était un berger. Alors c'est pour cela qu'il s'intéressait au renouvellement de ses fidèles à travers l'Église, la mère qui allait ses enfants. Et là je me rappelle de Saint-Ambroise qui a dit, si je ne me trompe pas, c'est Saint-Ambroise, celui qui ne peut pas accepter l'Église comme sa mère ne peut pas accepter Dieu comme son père. Parce que tout simplement, c'est la mère qui fait apprendre à l'enfant. C'est Père Cyprien. D'accord. Mais on dit juste. Ah oui. On est d'accord. Pour moi. Celui qui n'accepte pas l'Église comme sa mère ne peut pas accepter Dieu comme son père. Moi j'ajoute une petite partie, parce que c'est la mère qui apprenne à l'enfant que ça c'est ton père. Vous voyez? Alors merci à vous, Athanasios, de nous donner cette icône, cette belle icône de Saint-Irénée. Chocolat.